نحن اليوم في الشارجة. قبل ما أبدأ أقول لكم على المكان اللي أنا فيه، صراحة دخلت وشميت ريحة الكوفي واسمع الميوزك. يعني اليوم استرخاء، اليوم يوم استرخاء. اليوم ترتيبنا في إمارة الشارجة وتحديدا في جزيرة النور. نحن الحين في بيت الفراشات اللي صمم بشكل هندسي جميل جذاب، يجذبكم أول ما تدخلوا المكان. وبندخل اليوم بنستكشف وياكم بيت الفراشات اللي فيه أكثر من 20 نوع، بنشوفهم عن قرب وبنعيش وياكم مغامرة ثانية على الجزيرة. نشوفه وياكم. الحين دخلنا بيت الفراشات، ولأن نحن في بيتهم لازم نكون ضيوف شطورين حبوبين. فراشات جدا رقيقة، وإذا وقفنا شوية ممكن تي على وحدة، على راسي وحدة ولا تي على كتفي وحدة. فهذه يعني يمكن ميزات إن الواحد يدخل بيتهم. الفراشات اللي موجودة 22 نوع، وما شاء الله الفراشات ألوان وأحجام، يعني الأشكال تشجع الواحد إنه يزور المكان. هذه الأنواع كلها يتم جلبها من الفلبين وكوستاريكا، وطبعا لأن حياة الفراشات جدا قصيرة فالمكان هذا يوفر لهم بيئة مناسبة على الأقل يعيشون لمدة شهر. وقبل لا يتم أو لا تموت أي فراشة يكون في موجود طبعا بدائل كفراشات يتم استيرادها من هالمنطقتين. وحديت علينا هني المكان الجميل اللي يبون فيه المجموعة من اليرقات الصغار عشان تنمو وبعدين تعيش في المكان هذا الجميل. هاي ده مثلا طلعوا من الشرنقة مالتهم. بعد ما خلصنا جولتنا في بيت الفراشات، الحين احنا موجودين في منطقة جميلة فيها شوية ألعاب حق الأطفال، يعني المكان مناسب حق الأهالي. الحين ونحن نمشي اكتشفنا منطقة كانت الجزيرة تنظم فيها جلسات يوغا خاصة بالنساء. ومعلومة حلوة قبل شوي بعد عرفناها، ان الجزيرة كانت تنظم ايضا اعراس، فاللي يحبون الاعراس الشتوية الخارجية كانوا يقدرون هني طبعا يسوون اعراسهم، لكن بسبب اوضاع كوفيد 19 هذه الامور حاليا متوقفة لحد ما ان شاء الله الجزيرة ترد وترجعها في المليون. اللي حلو في جزيرة النور، اللي يحبون الفن واللي يحبون المجسمات بيشوفون مجسمات وايد حلوة في المكان، ومن أحد هالمجسمات مجسم أوفو البيضاوي اللي في الليل مع الإضاءة يطلع يجنن. والحين مع اعتدال الجو عندنا في الدولة، المكان ممتاز حق اللي يبغى ياخذ نزهة وأيضا يجي في الليل ويشوف المكان مضوي، لأن هالمنطقة اللي نحن فيها حاليا هي المروج اللامعة اللي فيها ليتات صغيرة حوالينا يمين ويسار. هاي الليتات الصغيرة تضوي في الليل فتعطي منظر جمالي للمكان. وطبعا المنطقة كاملة فيها 70,000 شيارة أو نبتة، ومن الشيار اللي موجودة اللي بعضها مهدد بالانقراض أو أيضا صعبة أو نادرة، وهذه من الأشيار اللي حافظوا عليها في المكان. الحين وصلنا حق مكان اسمه أعلام صور الرياح. فكرته أنه هذه الصور اللي فوق تشوفونها في الأعلام، إذا الواحد يشوفها وبعدين يدخل المكان ويوقف في النص، الصور هذه تمتص منه الطاقة السلبية وتعطي طاقة إيجابية، ولكن أتوقع المنظر كافي أنه يعطينا طاقة إيجابية. تشوفون فيها ساحل بحيرة الشارجة، عندنا هني من الخلف مسرح المجاز، عندنا هني المنتزه، يعني المكان كامل في مناظر جميلة. هذا المكان اللي أنا موجودة فيه حالياً هو ديوان الآداب في جزيرة النور، وهذا المكان جداً مميز لأن فيه مجموعة من الكراسي اللي تمنح للكتاب وللقراء مساحة حلوة وجميلة فيها أصوات العصافير وكذلك صوت النافورة اللي يبعثون الاسترخاء ويخلون الواحد يستشعر الطبيعة الجميلة. والحين وصلنا لحديقة الصبار، واللي مثل ما تشوفون ورايا فيها مجموعة متنوعة من نباتات الصبار، وتحس كأنك مسافر برا البلاد. وبكذي نكون أنهينا جولتنا اليوم وياكم في جزيرة النور. لا تنسون تسوون سبسكرايب وتسوون لايك وتسوون شير، ونشوفكم في ترتيب جديد إن شاء الله. وخبرونا شو أحلى مكان عجبكم في جزيرة النور. مع السلامة.